بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس 65 من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين السالمي رحمة الله عليه، وما زلنا نناقش موضوع القضاء والقدر. وقد تكلمنا في الدروس الماضية في الدرسين الماضيين على أن هل الإنسان مخير أم مسير، وبينا الأدلة الظاهرة القاطعة أن الإنسان مخير في أفعاله، وأنه محاسب على كسبه، وأن الله تعالى خلق له تلك الأفعال بعلمه سبحانه وتعالى الذي يختارها الإنسان بنفسه. فالله تعالى علم أزلا أن الإنسان يختار هذه الأفعال، فخلقها الله سبحانه وتعالى له، وهي من كسب هذا الإنسان. وذكرنا أدلة في ذلك الموضوع فليرجع إليه. وعلى كل حال، انقسمت الأمة إلى طوائف في موضوع القضاء والقدر. فمنهم من أفرط وهم الجهمية، قالوا أنه لا فعل للإنسان ولا دخل له ولا إرادة له، بل هو كالخيط تحركه الريح وتقلبه حيث شاءت. فلذلك لم يفرقوا بين الأفعال الجبلية والأمور الاضطرارية الجبلية وبين الخير والشر الذي هو من كسب الإنسان. فمثلا لم يفرقوا بين الرعشة وبين الأمر الاضطراري الجبلي وبين أفعال الخير والشر، فقالوا الكل من عند الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة هم فرطوا في هذا الأمر، أولئك أفرطوا وهؤلاء فرطوا، إذ نفوا أثر الإرادة الربانية من الله سبحانه وتعالى، وقالوا أن الإنسان مستقل بإيجاد أفعاله استقلالا تاما. وهناك طائفة أخرى، ومنهم أصحابنا الإباضية، ذهبوا إلى أن الله تعالى خالق أفعال العباد، وأن العبد له كسب، فإذا توجهت إرادة الإنسان إلى كسب الشيء خلقه الله تعالى له، واستدلوا بقوله عز وجل: الله خالق كل شيء، وأفعال العباد لا تخرج عن كونها أشياء من ضمن الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أما أدلة الجهمية الذين قالوا أنه لا إرادة للعبد وأنها إرادة الله، استدلوا بقول الله عز وجل مثلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وكذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك وأنه هو أضحك وأبكى، مع أن الضحك والبكاء من أفعال العبد، لكن نسبها الله تعالى إلى نفسه، أي أنه هو الذي أضحكه وهو الذي أبكاه، فهي أفعال الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قالوا قوله جل وعلا: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فانظر، الله تعالى هو الذي يفعل ذلك للعباد، فلم يشاء أن يهديهم، هكذا قالوا. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: فلو شاء لهداكم أجمعين، وكذلك قل كل من عند الله. ولا دليل لهم في هذه الآيات التي استدلوا بها، إذ هذه الآيات كلها تدل على أن للعبد مشيئة، وأنه مشيئته لن تخالف مشيئة الله سبحانه وتعالى. فمشيئة العبد كسب، ومشيئة الله تعالى خلق، فالعبد له مشيئة وإرادة، والله تعالى عندما تتوجه مشيئته خلق الله تعالى له تلك الأفعال. وأما قوله عز وجل: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، نعم، الله سبحانه وتعالى قادر أن يهدي الناس جميعا، لكنه لم يشأ أن يفعل ذلك، وإنما جعل لهم اختيار، هكذا تفهم هذه الآية. ومما يدل عليها قوله عز وجل: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فلو شاء الله تعالى لكان أخضع العباد كلهم لأفعاله، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يخضع العباد ويجعلهم ساجدين خاضعة أعناقهم لأوامره سبحانه وتعالى، إلا ما يختارونه بأنفسهم. فإذا يتبين بطلان ما استدلوا به. وأما الآخرون وهم المعتزلة، استدلوا بآيات أخرى، ومنها قول الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وكذلك أيضا قوله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا. فترى أنهم قالوا لو شاء الله، إذن معنى ذلك أنه لم يشأ الله، وإنما هم شاءوا. فإذا الله سبحانه وتعالى ليس له فعل وليس له إرادة، لأن أنه لو شاء الله لكنه لم يشأ الله، بل شاءوا هم، فهي أفعالهم هم وليست أفعال الله. وكذلك أيضا استدلوا بقوله عز وجل: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
وكذلك أيضا قوله جل وعلا وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكذلك أيضا كل امرئ بما كسب رهين، وكذلك أيضا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وترون أنه لا دليل لهم في هذه الآيات البتة، بل أن المقصود سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، أي أن العبد له مشيئة ولكن مشيئته لا تتجاوز مشيئة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه عندما يشاء العبد أن يفعل تلك الأمور سيفعلها ويخلقها الله تعالى له خلقا، فإذا العبد له مشيئة. فهنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هم يتحسرون على ذلك مع أنهم الله تعالى أعطاهم القدرة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكذلك قولهم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، ليس فيها دليل على أن الله لم يخلق، وإنما عندما تقدمت أيديهم لفعل ذلك الأمر خلقه الله تعالى لهم. وكذلك أيضا قولهم وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من كسب نفسك، هذا لا يناقض أن الأفعال خلقها الله تعالى بعد كسب الإنسان لها. كذلك قولهم كل امرئ بما كسب رهين، واضح أنه بكسبه، بكسب الإنسان بنفسه، فكلما توجهت إرادته إلى كسب ذلك الشيء خلقه الله تعالى له، حتى لا يكون شيء في هذا الكون خارجا عن خلق الله تعالى. كذلك أيضا قولهم ذلك بما قدمت أيدي يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، غاية ما فيها أن الله تعالى لا يظلم العبد، وذلك بما قدمت يداه كسبا لا خلقا، فالله تعالى هو خالق الأفعال. وبالجمع بين الآيات التي استدل بها القائلون بالجبرية والآيات الأخرى التي استدل بها القائلون بأن العبد مستقل بأفعاله، الجمع بينها هو الحق، أنه الإنسان له خلق، له كسب، والله تعالى خلق له ذلك الكسب باختياره. وقد بينا الأدلة القاطعة في الدرسين الماضيين على أن العبد مختار لأفعاله بنفسه، وأنه مسؤول عنها، وأنه له إحساس ومسؤولية، وبالتالي يجمع بينها بذلك الأمر حتى لا يكون شيء خارج إرادة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. لا يمكن أن يكون شيء خارج خلقه جل وعلا، ولكن العبد كذلك له كسب. وبهذا يتضح ويجمع بين الأدلة ويتبين أن للإنسان دليل واضح قاطع صارم أنه له اختياره وله فعله وله كسبه، وبالتالي هو مسؤول عن كسبه، وبالتالي هو مسؤول عن إرادته، وبالتالي سوف يجازى على أفعاله الخير خيرا وعلى أفعاله الشر شرا. وبهذا يتضح لنا هذا الأمر. وأما الذين قالوا أن الإنسان كالخيط تقلبه الريح حيث شاءت، يبطل إذا كان الإنسان هكذا، يعني يفعل به الله تعالى بنفسه، إذن يبطل الأمر. ما فائدة الأمر والنهي والوعد والوعيد وإرسال الرسل وإنزال الكتب؟ وإذا كان الأمر هكذا فالإنسان فقط يقلبه الله تعالى في هذا الكون كيف يشاء، إذن ما فائدة الأوامر والنواهي؟ فإذن يبطل كل ذلك، وذلك غير صحيح، بل إن الأوامر والنواهي والتي أرسلها الله تعالى لعباده دليل على أن العبد مختار وأنه له اختياره وكسبه. وأما بالنسبة للفريق الآخر، الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، وبهذا يتضح لنا الأمر جليا أن الإنسان كسب ولله تعالى خلق. وبهذا يقول الناظم وإنما الفعل مخلوق ومكتسب، فالخلق لله والكسب لمن فعل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.